يا جماعة بص هنا تاني، يبقى هنا سيجما اف ايكوال 0، يبقى الرايت ايكوال للليفت، يبقى هنا الرايت هيبقى 5 والليفت هيبقى 3 بلس الاف فريكشن، تطلع الاف فريكشن ايكوال كام؟ ايكوال 2. يا جماعة شوف بعدين نكست. طب يا مستر بعد إذنك ليه هي في الليفت مش الرايت؟ اللي هي في الليفت مش في الرايت، انا قلت عشان هنا السيجما فورس ايكوال 0، فالسيجما فورس ايكوال 0 يعني الرايت قد الليفت. الرايت في عندي كام؟ 5، الليفت في عندي كام؟ 3، يبقى فاضل حاجه جنبها عشان تخليها 5، يبقى اللي جنبها يطلع كام؟ ايكوال 2. أيوة تمام شكرا يا مستر. ماشي خش على بعديها. دي بقى يا جماعه محتاجه افكار كتير قوي، فركزوا معايا ماشي، ولو حد واقف حاجه يقول لي. اوكي انا هشغل بس الشيت عشان ابص عليكم انتوا ايه، لو في حد بيقول لي ايه مش فاهمين يا مستر. بصوا معايا يا جماعه، بيقول لي هنا ايه، ده عندي كذا حاجه كذا حاله الفري بادي دايجرام، بيقول لي هنا ذا فورس وان ويز ماجنتيود واحده 3 والثانيه 5 ار ابلايد تو ان اوبجكت فور ويتش اورينتيشن اوف ذا فورس شون ان ذا دايجرام، مش كده؟ از ماجنتيود ده acceleration مش كده of the object. عايز الليست اقل واحده فيهم، انا هجيب كلهم ونتكلم مع بعض نشوف الليست مين والهايست مين. هنمسك اول حاجه، في حاجات سهله مش محتاجه ان احنا ايه نتكلم فيها كتير، حاجات واضحه قدامنا. لايك مين؟ لايك نمبر A ودي ايه، هتلاقي ان الاثنين فورس in opposite direction، فالاثنين فورس في الاوبزيت دايركشن. يعني هتكلم على ايه الاول؟ ادي ايه اهي؟ اوبجكت اهو، هنا 5 نيوتن وهنا 3 نيوتن، تمام كده؟ هو عايز الماجنتيود اوف اكسلريشن. طبعا الماجنتيود اوف اكسلريشن اللي هي بتكون الليست، هي الفورس بتاعتها ليست، ان الاف ايكوال ام في الاي والام كونستنت، فالاي مع الاف تبقى دايركت، فلما دي ليست يبقى دي ليست. هنا لما اجي اقول ده الريزلت عندي هيبقى 5 ماينس 3 ايكوال 2 نيوتن، ده نمبر ايه. نمبر دي عشان دي برضو ما فيهاش ايه، ما فيهاش كلام كتير، اللي هي الاثنين ان ذا سيم دايركشن، واحده 5 وواحده 3، فالاثنين هيبقوا بلس، هتبقى 8 او 3 بلس 5 ايكوال 8 نيوتن، دي او دي. نيجي للبي، ركزوا معايا في البي بقى. البي مستر مش فاهمه ليه العدد دي اللي هي مين؟ مين بتتكلم دي؟ ندى؟ أني واحدة عدت يا ندى؟ فوق هنا ولا في مسألة تانية؟ مش واخد بالي. ندى انجزي، مش فاهمه الاتجاه اللي هنا دي. طيب من اول تاني، عندي الفري بودي دايجرام، ادي الاوبجكت اهو، واحد هنا 5 واحد هنا 3، الاثنين مع بعض ولا في ديفرنت دايركشن؟ ديفرنت دايركشن مش كده؟ انا هنا ما بحددوش، انا هنا هو اللي رسمه عندي في البتاع عندي قدامي، هي نمبر ايه شايفها؟ هي مرسومة قدامي، فعايز اجيب الريزلت. الريزلت هيروح ناحية فين؟ ناحية الكبير، فهتبقى الريزلت عندي 5 ماينس 3 ايكوال 2 نيوتن، تمام؟ دي نمبر ايه. نمبر دي برضو قلت عشان هي برضو سهلة مش محتاجة شغل كتير، هنقول كده واحدة ماشية 3 والتانية ماشية 5، مين اللي عملها؟ هو اللي عاملها لي، انا ما قلتش حاجة من عندي. طب الاثنين ان ذا سيم دايركشن، هيطلع الريزلت عندي 3 بلس 5 ايكوال 8 نيوتن، تمام كده. هنيجي على نمبر بي، على نمبر بي انت كده واحد 5 نيوتن والثانيه 3 نيوتن، ماشي. بص بقى عشان دي فيها ايه الريزلت، اجيبه ازاي لما يكون عندي واحد كده وواحد كده؟ اجيبه ازاي؟ بروح عامل واحد برر لده هناك، هنا برر لده،
بعد كده اجي اوصل ده كده، يبقى طلع عندي رايت انجل، شايفينه؟ ادي الستارت اهو، مشي كده ووصل كده، يبقى بادي من هنا ووصل لهنا، ده الريزلت بتاعي. الريزلت هجيبه ازاي؟ الريزلت هجيبه يبقى سكوير روت ل 3 سكوير بلس 5 سكوير، تطلع ب 4 نيوتن. اوكي نكمل عشان اللي جاي فيه حاجات هقولها اهو، هندخل كله مع بعض. نمبر سي، واحدة 3 وواحدة 5، بصوا معايا كده، دي 5 ودي 3 واخدة انجل كده، ماشي كده؟ فلما اجي اعمل هنا هنقول وليكن الانجل دي سيتا، انا ما اعرفهاش هي كام، سيتا انا ما اعرفهاش هي كام، اجي اعمل لها ريسولف، تيجي هنا وهناك، بص هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ادي الاوبجكت اهو، الفايف دي موجوده عندي ومعاها هيكون 3 كوزاين بس نزل سيتا، الكاميرا شوية. يبقى 3 كوزاين سيتا في الدايركشن ده، وفوق في الدايركشن ده 3 ساين ايه؟ سيتا. معايا كده؟ معايا؟ يبقى الشكل ده كده، في هنا 2 فورس، مش كده؟ عملت لهم ريزلت هم، فبجيب الريزلت بتاعهم كلهم هم الاثنين، تمام؟ في قانون بجيب ده دايركت لو عارف الانجل، ايه هو القانون ده؟ بيقول لي ايه؟ يقول لي الريزلت ايكوال سكوير روت للاف 1 سكوير بلس اف 2 سكوير، مش كده؟ معايا؟ بلس 2 اف 1 اف 2 كوزين الانجل اللي بينهم، هو قانون كبير حبه، مش كده؟ بس هنا اتضح ايه بقى؟ اتضح ان الاوبجكت، اتضح الاوبجكت ماشي كده، فالفورس اللي هتأثر عليه 5 بلس 3 كوزين سيتا، مش كده؟ لما اجي ابص عندي على نمبر اي، وركزوا في اي بقى عشان هي دي الانسر بتاعي، هو ده الحل بتاعي، اي اي هتلاقي فرصه كده هنا 5 وهنا ايه؟ وهنا 3، دي اخر حاله، خلي بالكم لو وصلت لها هوصل بقى لاصغر واحده في فيهم مين؟ هيطلع عندك فرصه كده 3، هنقول بقى عامله سيتا برضو، يبقى 3 كوزاين سيتا، هنقول دي سوري 3 ساين سيتا، وهنا 3 كوزين ايه؟ سيتا. هنا في ماينس 5 ماينس 3 كوزين سيتا، هنا في ماينس وعايز ليست اكسلريشن، وهنا في بلس، اخد دي ولا دي؟ اخد دي اصغر منها، طب دي تعالي معايا انت، مش كده؟ نيجي على نمبر بي، دي ايكوال كام؟ 4، هيبقى 5 ماينس 3 كذا، ودي 4، طبعا دي هتبقى اصغر منها، طيب هي اصغر ولا دي يا جماعه؟ انهي الاصغر فيهم؟ دي ولا دي؟ قبل ما تتكلمي، قبل ما تقولي حاجه، طلع الكتب بتاع ستك، روحي كاتبه لي كده، كاتبه ايه ستك بقى؟ هتكتبي لي 5 5 ماينس 3 كوزين، وحط اي انجل تعجبك وليكن سيرت، طلعت كام معاكي؟ 2.4، يبقى انهي الاكبر؟ دي ولا دي؟ دي، وانا عايز الليست يبقى اخد نمبر ايه؟ اوكي يا جماعه، اوكي يا اساتذه، اقول تاني مش فاهمه اخر اتنين يا مستر، اخر اتنين، طيب بصوا اخر اتنين يا جماعه هركز عليهم بقى، احنا فهمنا كده خلاص ان دي الاصل الصح بتاعنا، تعال بقى نشوف الاول تاني، اخر اتنين دول اجيبهم ازاي؟ اخر اتنين اجيبهم ازاي؟ وهدي ارقام عليهم، هدي ارقام بالانجل، اوكي بصوا معايا كده، اللي هي نمبر كام قلنا؟ نمبر سي، نمبر سي ادي هنا
وليكن البوينت دي كده، هنا 3 هنا 5 وهنا 3، الانجل اللي بينهم كام؟ الانجل اللي بينهم مثلا وليكن 30، ماشي تمام. ونمبر نمبر كام التانية؟ نمبر اي نفس الرقم اهو، هنا هيبقى 5 وهنا هتبقى 3، وهقول ان الانجل اللي بين ده وبين دوت 120. مستر عادل، الكاميرا مش شايفين اللي فوق. عايزين نشوف بقى ايه اجيب الريزلت ازاي. بصوا معايا كده، ادي البوينت اهي 5 دي ما فيهاش فيها كلام، ادي 5 اهي. نيجي لدي 3 عايز اعمل لها ريسولف، مره هنا ومره هنا، مره هنا هعدي على الانجل مين 30، يبقى اخد الكوزاين بلس 3 كوزاين 30، والمره الثانيه اطلع هنا كده تبقى 3 ساين 30. لحد كده انا عملت ايه؟ لحد كده انا عملت ريسولف ده مره في الاكس ومره في الواي. طب لما اجي ابص عندي كده 5 بلس 3 كوزاين 30 تطلع بكام سيادتك؟ 7.6. يبقى الرقم ده كده 7.6. طب وده 3 ساين 30 طلع بكام؟ 1.5، 1.5 اللي هو اللي فوق ده. طب انا اجيب الريزلت بتاعه ازاي؟ الروت بتاع ده سكوير بلس 7.6 سكوير، واشوف يطلع كام الريزلت بتاعهم هما الاثنين. بص معايا كده، روت 1.5 سكوير بلس 7.6 سكوير يطلع كام؟ يطلع ان الريزلت في الاخر 7.75 نيوتن. طب بالنسبه لده، بالنسبه لدوت هاخد دي، بصوا يا جماعه كده هاخد دي واعمل لها ريسولف، مره هنا مره هنا، الانجل اللي بتوين دي ودي كام يا جماعه؟ او العكس، الانجل اللي بتوين دي ودي كام؟ الانجل اللي بتوين دي ودي هنشتغل على دي مثلا، الانجل ايكوال 60 صح ولا غلط؟ صح؟ احنا المفروض ايه؟ نفترض الانجل، لا ده انا فرضها عشان اوضح لك معنى الكلام بتاعي. انا فرضها من عندي عشان اوضح لك معنى الكلام بتاعي، ودي اخترت مين اكبر واصغر. مش كده؟ كنت عايز الاثنين دول، فانا عملتهم لك باكزامبل عشان تفهمهم اكتر. لكن انا ما فرضتش اكزامبل، ما فرضتش انجل قصدي، هنا فرضت لك عشان تفهم. فهنا اجي هنا، فانا عندي دلوقتي هنا 3 وهنا 5، الانجل اللي بينهم كام؟ 60 من ده ومن ده، فهيبقى عندي بصوا 5 اهي هحطها زي ما هي، وده 3، بس خلي بالك بقى هيكون فين، هنا ولا معاها؟ هيكون في العكس هنا، لان هو هيجي كده، هيبقى دي هنا الدايركشن بتاعها كده 3 كوزاين 60، وده هيبقى 3 هيبعد عن ال 60 يبقى ياخد الساين ساين 60. اوكي تعالوا نشوف بالارقام بالنسبه للدايركشن واي، عشان هو حاجه واحده بس اللي هو 3 ساين 60 يطلع بكام؟ 3 ساين 60 طلع 2.6، وده كده طلع 2.6 اهو 2.6، ده في الدايركشن واي. طب في الدايركشن اكس ده في ماينس 5، يمكن بتتكلم على الدايركشن 5 اهو ناحيه الرايت ودي ناحيه الليفت، يبقى هعمل ماينس، يبقى هقول اول حاجه هقول 5 ماينس 3 كوزاين 60 طلع ب 3.5، وده كده ناحيه ال 5 طبعا 3.5. اجيب الريزلت بتاعهم اللي هو عارفينه ازاي، سكوير روت ده سكوير بلس ده سكوير، يبقى انا كده روت 2.6 سكوير بلس 3.5 سكوير طلعت بكام؟ 4.3، 4.3. انا مين الاكبر في دول يا جماعه؟ الحاله دي كيس دي ولا الكيس الثانيه كانت العكس الاتجاه؟
دي اكبر في الاكسيليشن وفي الفلوس، مش كده؟ دول بالنسبه للحالتين اللي كنا بنتكلم عنهم اللي هم ايه، مش فاهمينهم. اوكي كده يا جماعه، مين كان بيسال عليهم بقى؟ تمام كده عموما يعني، ونخش على بعديها، نخش على بعديها. بص بقى دي بيتكلم على ايه؟ على حاجة، وخلي بالكم من الكلام اللي هيقوله، اوعوا تتلخبطوا. ليه بقى؟ يقول لي هنا في هنا create lists on horizontal surface and a woman pulls، في واحدة بتزق woman، وهو ده كده بتاع الwoman، شايفينه اللي هو الارو دوت. pulls it with a 10 newtons force. rank the situation shown below according to the magnitude of normal. عايز يتكلم عن normal، عايز يتكلم على مين؟ ده example واضح جدا على النورمال. خلي بالكم دي بقى كويس، عشان اجيب النورمال لازم اعرف الفورس الافكت داون وورد، بس على الايرث النورمال دي جايه بتكون اوبزيت على مين؟ على السيرفس. اوكي، لما اجي امسك نمبر 3، نمبر 3 شايفينه الراجل ده، دي جراوند او السيرفس، وهو كده ماشي كده، وفي هنا 10 نيوتن، لما تقص عليه كده مش هتشيله فوق ولا لا؟ هتشيله لفوق، معنى كده ان النورمال او بيبعد عن دوت، بيبعد عن مين؟ عن دوت. طيب لو انا قلت ان في هنا في ويت بيأثر عليه اللي هو ام بتاع دي في الجي، صح؟ معنى كده ان الويت دوت بيزيد ولا بيقل؟ لما انا بشد لفوق كده يبقى الريزلت بتاعهم ايه، هيقل ولا هيزيد؟ هيقل، لان الاثنين ان اوبوزيت دايركشن، هنقول ان تحت دوت هيقل، فالنورمال هو كمان هيحصل له ديكريز. اشوف بس في حد بعت حاجه في الشات ولا لا؟ يقل صح، دي نمبر 3. يبقى انا هنا في ديكريز، ديكريز للنورمال كم؟ ما اعرفش، بس هنبان من الحاجات التانية، ديكريز في الان في النورمال. طب نيجي نشوف الكيس اللي هي نمبر 2. بص معايا كده، ادي الاوبجكت كده، وادي السيرفس كده، وهي بتشده ب 10 10 نيوتن. لما امسك ال 10 دي اعمل لها ريسولف، نقول الانجل دي وتكون سيتا، هيبقى هنا 10 كوزاين سيتا، وهنا 10 ساين سيتا، وتحت هيكون في مين؟ هيكون الويت اللي هو الام في الجي. بصوا معايا كده، شايفين الشكل عشان ما نخشش في بعضهم. الشكل ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي فوق في 10 ساين سيتا، وتحت في ام في الجي، هنا كان 10 وتحت في ام في الجي، مين اللي اكبر؟ هو از بيجر، الام في الجي ماينس 10 ساين سيتا ولا الام في الجي ماينس 10؟ طبعا دي هتبقى اكبر، لان ساين سيتا للزان 1، خلي بالك ساين سيتا للزان 1، فانا كده بقلل النمبر دوت، فيبقى دي مور زان، والكيس دي تبقى مور زان الكيس دي، يبقى النورمال يبقى الويت تحت هيبقى اكبر، فالنورمال هيبقى اكبر. تمام كده، عادها تاني ولا في النهايه دي؟ انا عشان اجيب النورمال لازم اعرف الويت او الفورس داون وورد، عشان السيرفس بيعمل عليها ايه؟ ذا سيم. ممكن تاني اللي هي دي، ماشي نقولها من تاني. احنا اللي فوق قلنا ان ال W ماينس ال 10 ماشي كده، فال 10 دي بتقلل ديكريز مين للويت، فهيفضل حبه مثلا، الحبه دول هيأثروا على فوق بنورمال ماشي كده. طيب الحاله الثانيه احنا بنقول هو كده والان كده، الان بكام؟ ب 10 نيوتن، يعني الفورس اللي وصل، هيطلع عندك هنا ده الويت ام في الجي، وهنقول الانجل دي سيتا، هيبقى 10
كوساين سيتا، وهنا تن ساين سيتا. لو مش عارفه تستك مين اللي اكبر، يعني هنا النورمال دوت، هنا النورمال كان ام جي ماينس 10 ايكوال النورمال، هنا كان ام جي ماينس 10 ساين سيتا. لو مش عارفه مين الاكبر عوض عن السيتا برقم وشوف الرقم ده هيبقى كبير ولا صغير. اوكي هيطلع ان الان دي مور ذان الان دي. طيب الاخر حاله عندي اخر حاله نمبر 3 كده واضحه عندكم ازاي ساين دي دي ما اسمعش دي انهي كوزين الحد ازاي ساين وكوزين ماشي. بص يا عصر قلتها قبل كده بس هقولها تاني. لو انا قلت دي سيتا دي ايه سيتا صح، هنسمي ده اكس واي ودي هنسميها ار. هاتي الساين سيتا، ساين سيتا تبقى مين؟ ساين سيتا واي اوفر الار، واي اوفر الار صح؟ والكوزين سيتا كوزين هتبقى اكس اوفر الار. تعالي بقى انا عايز اجيب الاكس، انا عندي الار وعايز اجيب الاكس، عندي الار وعايز اجيب الاكس، سواء في حاجه غلط الكوزين اكس اوفر الار صح. عندي الار وعايز اجيب الاكس مش كده؟ هنا غلطه هجيبها بساين السيتا يا مستر. ثواني ثواني في هنا غلطه ايه؟ ان الساين سيتا ساين واي اوفر الار صح، والكوزين اكس اوفر الار. انا عايز اجيب اللي هنا دي اكس، يبقى الاكس المفروض ار كوزين اكس صح كده. يبقى الاكس اهي يا جماعه، بصوا الاكس اهي، عايز اجيب الاكس يبقى الار كوزين سيتا، هعدي عليها يبقى اخد الكوزين. طب لو انا عايز اجيب الايه الحته اللي هنا بقى اللي هي بدل اليمين للواي اللي هي دي كده هنسميها واي برضه، عايز اجيبها هتبقى ار ساين مين؟ ساين سيتا من الريليشن اللي فوق، الواي ايكوال ار ساين سيتا. فانا بقول كده عشان ارخص دماغي لما اجيب الساين والكوزين، لو انا هعدي على الانجل اخد الكوزين، هبعد عنها هاخد الساين. اوكي يا جماعه اللي كانت بتسال فهمت ولا عشان نكمل بس؟ وصلت؟ شايف رد مني؟ اوكي هي كانت مين اللي كانت ندى؟ ايوه تمام خلاص. نيجي لاخر كيس عندي بقى يا جماعه وركزوا فيها عشان ده الحل بتاعي. هتكملي الحل. الحته دي باينه؟ بس الكاميرا كده باينة مش كده ولا مش باينة؟ كده اوكي. بص معايا اخر كيس عندي هو كان الاوبجكت ادي السيرفس اهو، وادي الاوبجكت هنا، الاوبجكت ده في فورس 10 نيوتن هنا والويت ده والوات، في حاجة قدام الويت تأثر فيه؟ لا. يبقى في الحالة دي النورمال هيكون فوق، يبقى النورمال ايكوال ام في جي. إذا هنا النورمال ايكوال ام في جي، هنا ام خدنا منها حبه، هنا الام في جي خدنا منها 10، يبقى طبعا دي هتبقى الجريتست، وبعدين دي وبعدين دي. يا جماعه وصلت معاكم ولا ما وصلتش؟ دي نمبر كام؟ نمبر كام دي؟ سلايد نمبر 12، خش على 13. يجي فوق النمبر 13، نزلته على الموبايل عشان ما اقعدش كل شويه ابص في الليل. نمبر 13 بيقول لي هنا ايه؟ هيدي وودن بلوك ماشي كده دراج اتسحب باي ا فورس اف along the rough steel
played as shown in the figure. لحالتين two cases. The magnitude of applied force, الفورس الابلايد اللي هي اثرت عليه equal F. بتكون سيم في الحالتين. عايز النورمال برضه. خلي بالكوا عشان احدد النورمال لازم اجيب الفورس اللي داون وورد، لان النورمال دي يعتبر الرياكشن بتاعت السيرفس على الاوبجكت. الرياكشن بتاعت السيرفس على مين؟ على الاوبجكت، اوكي؟ هنمسك اول حاله. هو كل اللي مديهولنا الاف بس. ماشي كده؟ اول حاجه عندي كيس نمبر اي كادف هي كده وادي الاف. الاف هنا وهنا الام جي، يبقى دي داون وورد، يبقى النورمال هيطلع فوق، يبقى الان هنا ايكوال الام جي. مش كده؟ دي الحاله الثانيه، هو في انكلاين سيرفس، انكلاين سيرفس اوكي. والانكلاين دوت هنقول ان هو عامل انجل، لازم يكون معايا انجل بتاعته، اي انجل سيتا اي حاجه. وهنا في نفس الودن بوكس اهو، والفورس اهي. طيب عايزين نشوف الفورس اللي هتكون هنا معايا عشان تأثر عليها بنورمال. لازم اجيب الفورس اللي هنا. طب اجيب اللي هنا ازاي؟ قال لي في هنا في ويت، شايفينه؟ الويت اهو ام في الجي بيأثر داون وورد. الانجل دي سيتا ودي زيها سيتا. هيبقى دي ام جي ساين سيتا. وهنا في الدايركشن ده كده هتبقى ام جي كوزاين سيتا. انا وصلت للداون وورد ام جي ساين سيتا، يبقى دي النورمال. يبقى النورمال هنا ايكوال ام جي ساين سيتا which is bigger، دي ولا دي؟ طبعا هقول دي سمولر عشان فيها ساين سيتا. ساين سيتا يا جماعه بين الزيرو وال1، مش كده؟ فطبعا دي كده سمولر، صغرتها، لكن دي البيجست بتاعتها يا جماعه. ده نمبر كام؟ بعديها بقى لو حد عايز يجاوب عشان انا تعبت من الكلام. حد ممكن يتكلم؟ حدش عايز يتكلم؟ طيب بس هنا على بيقول هنا equal force act on isolated bodies A B. isolated body يعني مفيش فرصة غيرها بتأثر عليهم. the mass of B is 3 times. بص معايا كده، نرجع تاني للإيكويشن الأولانية إن هي F equal F أو F1 equal F2. نشوف هو مدينا إيه. قال لي the mass of M B و M B equal 3 ma. ده اللي هو مديهولي، مش كده؟ the magnitude of acceleration of a، يبقى عايز ال a بتاعت ال a وال a بتاعت ال b، عايز اعمل compare between them. الفورس equal الفورس، يبقى ال ma ال acceleration بتاعت a equal mb ال acceleration بتاعت b. انا عندي relation، الريليشن دي الريليشن دي بتقول لي شيل ال ام بي وحط بدلها 3 ام اي، اشيل دي واحط بدلها 3 ام اي في الاي بي، وهنا الام اي في الاي اي. نعمل كانسل للام اي مع الام اي، يبقى الاي اي ايكوال 3 اي بي. موجوده عندي ولا مش موجوده؟ نمبر اي. برافو عليك، مين اللي جاوبتها؟ ندى. ماشي كده؟ اوكي، شوف بعديها. فيها مشكلة يا جماعة؟ وفي برضه رؤية برضه قالت ماشي. هنا بيقول لي
مين هياخد باله من الجزئيه دي؟ A car travels east at constant velocity. The net force on the car is. اختار ايه؟ Net force. ادم قال لي yes zero. ليه؟ عشان هو constant velocity. constant ايه؟ velocity. اوكي؟ صعبه دي؟ يبقى ال F equals zero. خش على النكست اللي بعديها. يقول لي هنا 6 كيلو جرام اوبجكت موف ثاونز نت فورس اوف 12. بصوا يا جماعه، عندي دايما الحاجات اللي فيها دايركشن دي لازم اعمل فري بودي دايجرام عشان اقدر احدد الحاجات الاتجاهات بالذات عليها، عشان انا لسه مش بعرف احددها الا بيها. ادي ال 6 كيلو جرام اهي، ماشي كده. 6 is moving with south، صح للساوث. طبعا ده east east west north south، هي رايحة فين؟ ناحية south، ماشي كده ماشي كده. a net force of 12 رايحة ناحية النيوتن، يبقى في هنا في force هتأثر عليه، في force عندي اللي هي 12 نيوتن. فطبعا لما يكون في force هتأثر عليها يبقى هتخليها acceleration، واحنا قلنا ان الاكسلريشن بتكون في الدايركشن بتاعت مين؟ بتاعت الفورس، مش كده؟ فهتبقى الاكسلريشن اللي نجيبها الاول الايه، طبعا عندي الاف ايكوال ام في الايه، فالاكسلريشن هتبقى الاف اوفر الام. الاف بكام؟ 12 اوفر ال 6 يطلعوا 2. والدايركشن اللي كانت بتتكلم على الدايركشن في اتجاه الفورس اللي مأثره افكت اون ات، يبقى 2 راح ناحيه مين؟ دي ايست، ولا غلطت اصلا؟ لا هو في غلطه هنا، وقال لي ان الفورس راح ناحيه النورث، معلش غلطه عندي. بصوا كده هنغير بس اتجاه الفورس دي، خليها كده 12 نيوتن، فطبعا هتحركها فين؟ في النورث، في الدايركشن بتاعت الفورس. اوكي، فهتبقى نمبر ايه، صح؟ رايت، مش بي، لا ايه ايه، ماشي كده تمام. ايه يبقى هتبقى ايه؟ طيب تمام زي الفل. خش على بعديها. الميتنج ده لو خلص يبقى خلاص يا جماعه، عشان ما نطولش اكتر من كده. اوكي، في عندي هنا، بص بقى هنا يقول لي 9000 نيوتن اوتومبيل، ده بيتكلم على مين يا جماعه؟ اول حاجه بيتكلم عليها دي الويت. دي ايه الويت؟ الويت عندي ويت دبليو ايكوال 9000 نيوتن. is pushed along the level road by four students who apply total forward force. أثرت عليه force، يعني هو كده والفورس كلهم بتوع الأربعة 500 إيه نيوتن. عايز الأكسلريشن، عشان أجيب الأكسلريشن آخر خطوة لازم تبقى كده الفورس أوفر الإيه الإم. الفورس عندي 500 نيوتن أوفر الإم، ما جبتهاش، أجيبها من هنا. الويت إيكوال إيه يا جماعة؟ ام في الجي. يبقى الويت ده ام في الجي ايكوال 9000. دايما باكد ان الجي عندنا هنا في الريفرنس 9.8، محدش يعملها 10. يبقى الام ايكوال 9000 اوفر 9.8. عن طريق الكالكوليتر عندك هتطلع كام سيادتك؟ اجيبها انا؟ اجيبها انا. يبقى 9000 divided 9.8 كده، انا بجيب الماس بتاعت الاوبجكت دوت. اوكي، بعد ما جبت الماس هقول له انا عايز الفورس 500 اللي هي تحت بقى، divided الانسر طلعت بكام؟ طلعت equal 0.54. ماشي يا جماعه، الكمبيوتر قدام شايفينها. عملت ايه اول حاجه؟ من الويت جبت الماس، ويت ايكوال ام في الجي، فجبت الماس. اول ما جبت الماس عوضت في الايه؟ في اللو بتاع الاكسلريشن بقى اف اوفر الايه؟ الام. اوكي يا جماعه، خش على بعديها.
25 كيلو جرام بس. سلايد نمبر كام دي؟ 60. اه 25 بوشت اكروس ذا فريكشنال هوريزونتال فلور ويز افورس. اه بصوا يا جماعه، دي هنا بيقول لي ايه؟ بس عشان مش عارف انا فاضل كام في الوقت، بس نحاول نخلص دي اخر اكزامبل بقى. بيقول لي هنا ادي هنا 25 كيلو جرام. Dispose the